السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذة سكينة أستاذة مادة الرياضيات. درسنا اليوم هو حساب المساحات مخصص للمستوى الخامس ابتدائي. حساب المساحات، انظروا جيدا، لدينا بعض القواعد الأساسية. بعدها لكي تفهموا جيدا هذه القواعد سنطبقها في التمارين. أولا لدينا مساحة المربع. مساحة المربع، كما تعلمون أطفال الصغار أن المربع أضلاعه كيف هي؟ متقايصة. إذن لديه 4 أضلاع متقايصة. مساحة المربع هي الضلع في الضلع. لا سيغفاس إتقال كوتي فوا كوتي. بالفرنسية نكتب على هذا الرموز. لا سيغفاس هي المساحة، الضلع وكوتي في الضلع. مساحة المستطيل. مساحة المستطيل، انظروا جيدا أطفالي الصغار، هذا هو المستطيل. لدينا الطول longueur والعرض largeur. مساحة المستطيل هي الطول في العرض. La surface est égal longueur fois largeur. إما أكتبها بالعربية أو أكتبها بالرموز على هذا الشكل برموز اللغة الفرنسية. مثلا la surface هي المساحة، خضر الحرف الأول، مفهوم أو ألفا بالأول. بالنسبة المعين، مساحة المعين، انظروا جيدا كيف هو المعين على هذا الشكل. لديه قطر كبير وقطر صغير. ديامتر الكبير ماجيسكول أو ديمينيسكول. مساحة المعين هي القطر الكبير مضروب في القطر الصغير مقسوم على 2. إذا لا سيغفاس إتيغال دي ماجيسكول فوا ديمينيسكول مقسوم على 2. معنى ذلك عوض ما إما نكتبوهم باللغة العربية إما نكتبوهم على شكل رموز، جوج كيتعتبروا صحاح. مساحة متوازي الأضلاع، القاعدة مضروبة في الارتفاع. لا سيغفاس إتيغال لا باز فوا لا هوتوغ. علاش لدينا متوازي الأضلاع على هذا الشكل؟ انظروا جيدا، ها هي القاعدة والارتفاع. مساحة المثلث، القاعدة في الارتفاع قسمة 2. القاعدة، ضلع القاعدة على هذا الشكل والارتفاع على هذا الشكل مقسوم على 2. أطفالي الصغار، الشيء اللي خصكم تركزوا فيه جدا هو أنك إذا طلب منك مساحة المربع خصك تكون حافظ العلاقة. هذا الشيء اللي تنقول لكم غادي نطبقوه على شكل تمارين باش نفهموا أكثر. حقل مستطيل الشكل، انظروا جيدا، حقل مستطيل الشكل طوله 264 متر وعرضه 85 متر، احسب مساحته. اذا اطفالي الصغار، ماذا قلت لكم؟ مساحة المستطيل او لا سيغفاس ايتيغال لونغور فوا لارجور، الطول ضرب العرض. الطول كم هنا؟ لدينا الطول يساوي لا سيغفاس ايتيغال 264 كم متر مضروبة في العرض 85 متر. هل فهمتم؟ جد سهلة. إذا كنتم تعرفون جيدا علاقة مساحة المستطيل فالتطبيق سيكون جد سهل. الطول في العرض، الطول لدينا 264 والعرض لدينا 85 متر. النتيجة ستكون هي 22,440 متر مربع. سبق لي أن قلت لكم في درس وحدة قياس المساحة أن المتر مربع هو وحدة قياس المساحات. إذا المساحة تكون بالمتر مربع. الآن سأنتقل إلى التمرين الثاني. حديقة مربعة الشكل طول ضلعها 15 متر، احسب مساحتها. ماذا قلت لكم بالنسبة للمربع؟ قلت لكم بأن المربع أضلاعه متقايصة. لدينا حديقة طول ضلعها ماذا؟ 15 متر. إذا الضلع هنا بالنسبة للمربع هو 15 متر. سأطبق كذلك العلاقة. العلاقة تقول أن لا سيغفاس إتيغال كوتي فوا كوتي. معنى ذلك
لأن المساحة تساوي الضلع في الضلع. الضلع هنا لدينا 15 متر مضروب في 15 متر تساوي ماذا؟ لا سيرفاس إتيغال 15 ضرب 15. عندما ستقوم بالحساب ستجدون 225 متر مربع. متر مربع لأن المتر في المتر متر مربع، أو كما سبق لي أن قمت بالشرح في الدرس وحدات قياس المساحات بأن المتر مربع هو الوحدة الأساسية لقياس المساحات الآن سننتقل إلى التمرين الثالث. حقل على شكل معين، طول قطره الكبير 80 متر وقطره الصغير 50 متر واحسب مساحته. الحل على هذا الشكل، لسيرفاس إتيغال القطر الكبير مضروب في القطر الصغير مقسوم على 2. إذا سنطبق الآن، القطر الكبير 80 متر مضروب في القطر الصغير 50 متر مقسوم على 2. النتيجة النهائية هي بعد الحساب ستجدون بأن 80 ضرب 50 قسمة 2 ستعطيكم 2000 متر مربع. مفهوم؟ انظروا جيدا، أنا لم أفعل أي شيء، فقط أطبق العلاقات المكتوبة. مساحة المعين القطر الكبير في القطر الصغير قسمة 2، لدينا القطر الكبير ضربناه في القطر الصغير قسمة 2. قطعة أرضية في ناحية على شكل متوازي أضلاع، قاعدته ب تساوي 245 متر وارتفاعه h إتيغال 169 متر، احسب مساحتها. إذا لدينا على شكل ماذا؟ متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع تقول بأن القاعدة مضروبة في الارتفاع. إذا لا سيرفاس إتيغال القاعدة كم هنا؟ 245 مضروبة في 169. ماذا ستعطيكم؟ ستعطيكم عدد 41405 متر مربع. على هذا الشكل بالنسبة للحساب أطفالي الصغير حساب عادي، سبق لي أن قمت بالشرح كيفية طريقة الضرب القسمة. إذا أولا نركز فقط على القواعد الأساسية في هذا الدرس، من أهمها أنه إذا طلب منك الأستاذ ما هي مساحة المربع؟ تقول الضلع في الضلع. ما هي الوحدة المعتمدة لقياس المساحات؟ هي المتر مربع. وهذا الدرس درس وحدة قياس المساحات سيكون درس خاص بالنسبة لمعرفة وحدة قياس المساحة كلها، وكذا الوحدات الزراعية المعتمدة في الأراضي. وشكرا، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا، ومن لديه تساؤل فمرحبا به من مجموعة الواتساب.